أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن أبعاد تصاعد المعارك في المناطق الحدودية مع السعودية وتبعات استمرار استدراج المقاتلين اليمنيين والشباب إلى جبهات الحدود ليلقوا حتفهم. أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي مقتل وإصابة نحو 500 جندي من القوات الحكومية بالإضافة إلى سعوديين خلال الأسابيع الماضية في الجبهات الحدودية مع السعودية. وبث المتحدث العسكري باسم الميليشيا مشاهد لهجوم عناصر الميليشيا على قوات لواءي الفتح والوحدة وكتائب سعودية في وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة. هذا وتستمر مطالبات المنظمات الحقوقية بالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في معارك الحدود وجعلهم وقودا للحرب والقتال المتصاعد هناك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن المطالبات الحقوقية من إيقاف استدراج المقاتلين الشباب إلى جبهات الحدود؟ ومن يتحمل مسؤولية الزج بالشباب والأطفال اليمنيين في معارك الحدود السعودية ليقتلوا أو يجرحوا أو يؤسروا؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. معارك الحدود أو محرقة المجندين اليمنيين، هكذا تصف المنظمات الحقوقية المعارك التي تدور في المناطق الحدودية، حيث يتم استدراج مقاتلين من بينهم أطفال لقتال ميليشيا الحوثي بهدف الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية. المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي كشف عن تنفيذ عملية عسكرية في الحدود السعودية، قال إنهم تمكنوا خلالها من إسقاط 3 ألوية عسكرية، وأعلن عن مقتل وإصابة نحو 500 جندي من القوات الحكومية بينهم سعوديين خلال الأسابيع الماضية حسب قوله. خطوط النار التي لا تزال مشتعلة في الحدود الجنوبية للسعودية أثارت العديد من الأسئلة حول مسرح العمليات وتفاصيل قتل وأسر العديد من المقاتلين اليمنيين واستمرار شبكة كبيرة من السماسرة في استدراج المقاتلين من بينهم أطفال إلى المجهول. منظمة السام للحقوق والحريات قالت إن الرياض استدرجت خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المقاتلين اليمنيين عبر شبكات الإتجار بالبشر للقتال في حدودها الجنوبية مع اليمن دون غطاء شرعي. ويقول تقرير المنظمة الذي أصدر قبل أسابيع تحت عنوان محرقة الحدود إن آلاف اليمنيين الذين اضطروا للذهاب إلى القتال هناك تحت ضغط الأوضاع الإنسانية السيئة وقتلوا أو جرحوا عاملتهم السعودية كما لو أنهم غير موجودين. مطالبات حقوقية عديدة لأطراف الصراع باحترام القوانين والمواثيق الدولية وبالتوقف الفوري عن الزج بالشباب اليمني في معارك الحدود وجعلهم وقودا لحرب لا ملامح لانتهائها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي السيد ياسر المليكي. أرحب بك سيد المليكي. إذن بداية دعنا نأخذ لمحة أو ضعنا في صورة ما هو الوضع القانوني لهؤلاء المجندين على الحدود، هل هم جزء من قوام الجيش اليمني أم مقاتلون بالأجرة مع الجيش السعودي؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بداية الشكر لقناة بلقيس وكل القنوات الإعلامية وكل المواقع والتغطيات التي ركزت على هذا الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع. بالتأكيد القانون الدولي الإنساني يدرس أو بحث في مثل هذه الحالات التي أعد لها اتفاقية أو دول العالم أعدت اتفاقية سمتها اتفاقية عدم تجنيد المرتزقة، لكن ما هو واضح في أن هؤلاء الشباب الذين زج بهم في معارك الحدود أو في ألوية تتبع الجيش السعودي أو الحكومة السعودية هم بالأساس يمثلون ميليشيا لا يمكن وصفهم بالمرتزقة، لأن اتفاقية منع تجنيد المرتزقة التي وضعتها الأمم المتحدة تقول أنه لا يمكن وصف المرتزق إلا إذا ما لم يكن من رعاية دولة طرف في النزاع، وبالتالي فإن
هؤلاء الشباب هم رعايا دولة الجمهورية اليمنية، وهذه الدولة هي دولة طرف في النزاع، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية دولة طرف في هذا النزاع الحاصل في اليمن، وبالتالي فلا يمكن إطلاق وصف المرتزقة على هؤلاء الشباب الذين يتم الزج بهم في معارك الحدود. والوصف الأقرب على هذه المجاميع أو هؤلاء الشباب يمكن أن يطلق عليهم بالميليشيا أو القوات التي تعمل بالوكالة عن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل القوات التي تعمل بالوكالة عن الإمارات العربية المتحدة في الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. وبالتالي فوصف المرتزقة لا ينطبق على هؤلاء الشباب، إضافة إلى أن هناك جزئية أخرى، وهي أن كل المتعاملين أو سلسلة المتعاملين من دلالين وسماسرة وقيادة عسكرية وحتى الحكومة اليمنية يمكن أن يطلق على ما تقوم به هذه الأطراف من استجلاب هؤلاء الشباب إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية بأنه اتجار بالبشر، لأن العائد من هذه التجارة هو المنفعة المادية وهو الركن المادي أو المعنوي المتحقق الذي تحقق هنا فعلا، وهو المنفعة أو المصلحة في جلب هؤلاء الشباب. وبالتالي فنحن أمام جريمة اتجار بالبشر تقوم بها حكومة الجمهورية اليمنية، إضافة إلى قيادات عسكرية وأطراف محلية أو هنا قيادات محلية في الداخل، كلها تعمل على استجلاب هؤلاء الشباب ومن ثم الزج بهم في معارك ليست معاركهم، ونزاع لا يمكن أن يكون نزاعا يعبر عن قناعاتهم. وبالتالي فالغرض أو الهدف الأساس لهؤلاء الشباب حين يتم الزج بهم أو حين يتم جلبهم أو حين يتم استدراجهم هو المصلحة المادية، إما للأطراف التي تزج بهم وإما لهؤلاء الشباب شخصيا. فهؤلاء ليس لديهم قناعات أو اعتقادات في أن ما يقومون به هو دفاعا عن أراضيهم أو دفاعا عن معتقداتهم أو دفاعا عن ما يؤمنون به هم هؤلاء الشباب، وبالتالي فغرضهم الأول هو المصلحة أو المنفعة المادية. وبالتالي نحن أمام جريمتين، جريمة تتحملها الحكومة اليمنية وأطراف محلية هنا في الداخل، وهي جريمة الاتجار بالبشر، وجريمة أخرى وهي جريمة إنشاء كيانات أو ميليشيات مسلحة أو قوات تعمل بالوكالة عن دولة المملكة العربية السعودية لتقاتل بهم في الحد الجنوبي، لتقاتل بهم دفاعا عن أراضيها وعن حدودها وعن جيشها. وبالتالي فكل هؤلاء يتحملون مسؤولية قانونية أولا وفقا للمواثيق الدولية وأخلاقية أمام هؤلاء الشباب وأمام الشعب اليمني وأمام المنظمات وكل مهتمي الحقوق في العالم، بأن استدراج هؤلاء الشباب بغرض المصلحة المادية وبغرض المنفعة دون أن يكون أن يعرف هؤلاء الشباب بأنه سيتم الزج بهم في معارك ليست معاركهم هو جريمة أخلاقية وقانونية تتحملها المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية والأطراف المحلية التي تقوم بجلب هؤلاء الشباب. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، أرحب بمن ينضم إلينا من هولندا الصحفي غمدان اليوسفي. سيد اليوسفي، بداية يعني بعد ما تفضل به السيد المليكي من توطئة قانونية، كيف تنظر إلى واقع استدراج المقاتلين اليمنيين أو مقاتلين يمنيين إلى الحدود السعودية الجنوبية؟ هو لو عدنا إلى الأصل القانوني أو الأصل في التعامل مع القضية، يعني لا يوجد أولا اتفاقية ما بين الحكومة اليمنية أو ما بين الدولة اليمنية وما بين المملكة العربية السعودية تحدد مهام يعني هذه الفكرة برمتها، وبالتالي الموضوع هو مجرد يمكن أن نصل إلى الحديث عن تسجيل مرتزقة للقتال في منطقة معينة، وهو ما يتم يعني بشكل مباشر الآن. يعني هؤلاء الشباب يتم منحهم بطريقة غير قانونية وسائل للدخول إلى المملكة العربية السعودية وفقا لإجراءات تتخذها المملكة هي مخالفة للقانون، وهذه الإجراءات يعني أن يتم
ختم دخول على وثيقة خروج، وهذه جريمة يفترض أنها يعني يتم الحساب والعقاب عليها في يعني أمام المحاكم الدولية وليس فقط يعني أمام الداخل. الأمر الآخر هو عدم تضمين هؤلاء الشباب في أي كشوفات، لا في الحكومة اليمنية ولا في الحكومة السعودية، وبالتالي يعني هذه أيضا جريمة تؤكد أن ما يجر هناك هو يعني شراء مرتزقة بالمصطلح. المصطلح ليس المصطلح السياسي الذي يتحدث به الحوثيين، ولكن نتحدث بالمصطلح القانوني. يعني المرتزق هو من يتسلم مبالغ من المال لقاء قتال هنا أو هناك. فيعني يتم التعامل مع هؤلاء الشباب على أنهم مرتزقة. اليوم سيعود هؤلاء إلى منازلهم، أو عفوا يعني ذهب هؤلاء إلى زنازين الحوثي، وستنقطع بالتأكيد رواتبهم، لأنه ليس لا يعني هؤلاء ليسوا ضمن كشوفات وزارة الدفاع اليمنية ولا حتى السعودية. والأسوأ من ذلك أنه حين يتم يعني إذا حصل المحظوظ منهم على إجازة فهو يغادر المملكة، ويتم الخاتم على وثيقة السفر المؤقتة التي تمنح له على أنه مخالف، يعني يتم طرده من المملكة العربية السعودية بطريقة مهينة، وكأنه فقط كان يبحث عن العمل في السعودية بطريقة غير شرعية. يعني كل هذه التعاملات تؤكد أنه هناك استهانة، يعني مو استهانة مع سبق الإصرار بجثث هؤلاء الشباب. أيضا الحكومة اليمنية مشاركة في أنها تسكت عن هؤلاء القادة العسكريين الذين يعني قادوا هؤلاء المجاميع إلى تلك المعارك، وهم أساسا ليسوا مدربين. تسكت عن القادة وهم ليسوا قادة عسكريين، يتم السمسرة يعني من قادة عسكريين أنفسهم متواجدين هناك. أيضا قادة وضباط في الجيش اليمني هم من يقومون بالسمسرة، وهناك أسماء كثيرة يعني يمكن أن تفعل حملة ضد هؤلاء، ويتم إدراجهم في قوائم سوداء، ويتم ملاحقتهم لمحاكمتهم بتهمة الاتجار بالبشر. يعني هذه ملخص القضية. طيب سنتحدث عن جوانب ما الذي يمكن فعله في سياق متابعة هذه القضية، لكن هل باعتقادك أو بحسب متابعتك هؤلاء لديهم عقود، لديهم ما يضمن شكلا من أشكال على الأقل الحقوق بأي شكل أو بآخر؟ يعني في النهاية الحقوق، أنت تتحدث عن حقوق أولا مادية وحقوق عسكرية. يعني تتحدث عن إذا كان هذا الرجل أو هذا الشاب سيذهب للجيش، فحقوقه أن يتم تدريبه تدريبا جيدا، أن يتم الضمان يعني رقم عسكري ثابت له، ويتم إدراجه ضمن كشوفات القوات المسلحة، ويتم معرفة أين وحدته وما هي رتبته، وكل هذه التفاصيل التي لا توجد أساسا لدى هؤلاء. فقط هؤلاء يتم جلبهم ومنحهم وثيقة سفر مؤقتة للدخول، وهي وثيقة معدل الخروج، وهذه جريمة قانونية ترتكبها القنصلية اليمنية في السعودية. والجريمة الأخرى أن يتم الختم على هذه الوثيقة، ويتم مساعدتهم يعني الختم عليها من قبل السلطات السعودية، ويدخلوا إلى الأراضي السعودية بهذه الطريقة. ثم الجريمة أنه يتم يعني حسب الاتفاق ما بين السناتر وهؤلاء الشباب على أساس أنه يذهبوا إلى يعني إلى تلك المناطق للعمل، سواء طباخين أو حراس في نقاط تفتيش أو ما إلى ذلك، فيفاجئون أنهم يتم تدريبهم يعني عدة أيام أو أسابيع، ويتم على طول الذهاب بهم إلى الجبهات. وشاهدت الصور لهؤلاء الشباب، يعني شباب ليسوا مجندين، كثير منهم أيضا تحت السن القانونية، يعني الظهر كأنهم لا يعرفون شيئا عن المشهد، عنها عن تلك الجبال، عن أرض المعركة. كل هذه يعني استنقاص من حقوقهم بمعرفة ما لهم وما عليهم منذ البداية، والبداية تبدأ من اللعب الذي يلعب به عليهم السماسرة، وأيضا وينتهي بالسكوت. وزارة الدفاع مشرة بوزير الدفاع الذي لم ينطق بحرب، يعني بكل الكوارث التي حصلت في الحد الجنوبي لم يتحدث، لم يتم تشكيل لجنة تحقيق حول سقوط قتلى في عدد من الحالات، لم يتم التحقيق عن سقوط قتلى أيضا بضربات الطيران بالخطأ، وهناك يعني تكررت هذه الحالة بكثير من الجبهات هناك، يتم قصف الجنود هؤلاء عن طريق الخطأ ويذهب العشرات يعني
كثير من المرات يذهب 30 إلى 40 شخص. يعني كل هذا ملف ربما مليء بالتفاصيل المؤلمة في هذا السياق. دعني أسأل السيد ياسر المليكي فيما يتعلق بمن يتحمل سيد المليكي المسؤولية إزاء هذه النهايات المأساوية لهؤلاء المقاتلين الذين هم يمنيين في نهاية المطاف وهم يقاتلون على حدود المملكة. بالتأكيد هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية أولا على المملكة العربية السعودية التي استقدمت هؤلاء الشباب وغررت بهم وأعطتهم قليلا من المال ليدافعوا عن حدودها الجنوبية. هذه المسؤولية ترتكز على أن المملكة العربية السعودية تمارس جريمة الاتيار بالبشر لأنها لا تعطي هؤلاء الشباب أي حقوق بعد قتلهم أو بعد وفاتهم وقتلهم في المعارك أو إصابتهم، وأقصى ما تقوم به هو دفنهم في مقابر لا يعرف ذويهم عن هذه المقابر شيء في الداخل السعودي، إضافة إلى أن هناك إعاقات وبتر أطراف لكثير من الشباب الذين جرحوا لا يتم تعويض هؤلاء، وبالتالي فإن ليس هناك لنقول ليس هناك أي وسائل تعويض أو أي قيمة تعويضية تقوم بها تسلمها المملكة العربية السعودية لهؤلاء الشباب أو ذويهم غير الفتات. وهنا تقوم المملكة العربية السعودية بجريمة الاتجار بالبشر بهؤلاء الشباب لأنها تعتبر أن ما أعطتهم من رواتب مقدمة أو إذا ما يقومون به من قتال هو مستحقهم الذي لا يمكن أن يتسلموا غيره، إضافة إلى أن هناك مسؤولية قانونية على الحكومة اليمنية لأنها هي من تقوم باستصدار وثائق مرور أو وثائق سفر لهؤلاء الشباب من القنصلية اليمنية في جدة. هذه المسؤولية التي تتحملها الحكومة اليمنية لأنها تعرف أن هؤلاء الشباب ليسوا في قوام هيكل أو هذه الألوية التي ينضم إليها الشباب ليست في قوام وزارة الدفاع اليمنية. هؤلاء الشباب لا يتم إدراجهم ضمن هيكل الألوية اليمنية المعترف بها في وزارة الدفاع، فهي بالتالي تعمل وعن سبق إصرار على أن تزوج بهؤلاء الشباب في محارق ومعارك ليست معارك الحكومة اليمنية ولا معارك وزارة الدفاع ولا معارك الجيش اليمني، هذه معارك تخص المملكة العربية السعودية. تقوم الحكومة اليمنية بمساعدة الحكومة السعودية باستصدار تذاكر أو وثائق سفر لهؤلاء الشباب عبر القنصلية اليمنية في جدة، إضافة إلى أن هناك مسؤوليات مباشرة يتحملها السفير اليمني في السعودية والقنصلية اليمنية في جدة. هذه مسؤوليتهم مسؤولية مباشرة عن ما يقومون به من استصدار تذاكر أو وثائق سفر لهؤلاء الشباب، وهم يعرفون أنه يتم إلحاقهم بهذه الجبهات ولا يتم إعطائهم أي حقوق أو مستحقات أو تعويضات. طيب الآن ما الذي يتوجب سيد المليكي؟ ما الذي يتوجب على الحكومة الشرعية عمله إزاء هذه القضية؟ تستطيع الحكومة اليمنية أن تتوقف عن استصدار مثل هذه الوثائق، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الشباب أن يدخلوا إلى الداخل السعودي دون استصدار هذه الوثائق. لا يمكن حتى المملكة العربية السعودية تعرف أنه لا يمكن استقدام هؤلاء الشباب دون موافقة الحكومة اليمنية أو دون استصدار وثائق أو تذاكر أو ما يسمى بتصاريح المرور الصادرة عن الحكومة اليمنية. وبالتالي الحكومة السعودية أو هؤلاء الشباب تحديدا لا يمكن أن يقوموا أو أن يخاطروا بالمرور من الحدود تهريبا من الحدود اليمنية إلى الحدود السعودية في ظل الشباكات ونزاع مسلح على طول الحدود اليمنية، ما لم تقم الحكومة اليمنية هي نفسها باستصدار مثل هذه التذاكر. وبالتالي على الحكومة اليمنية أن تقوم فورا بإلغاء مثل هذه الإجراءات التي تتبعها قنصليتها في جدة، أن تمنع هؤلاء الشباب من الدخول إلى الداخل السعودي، عليها أن تستقطب هؤلاء الشباب إذا كان
في إذا كانوا في وارد الدفاع عن الأراضي اليمنية أو غيرها، فعلى الحكومة اليمنية أن تستوعبهم في معسكراتها، عليها أن تمنعهم على الأقل من 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 المرور إلى الداخل السعودي، هذه مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وتستطيع فعل ذلك. إضافة إلى أن هناك مسؤوليات لعدد من القادة والوجاهات هنا في الداخل اليمني، أو ما يسمى بالدلالين والسماسرة الذين يسعون إلى استقطاب هؤلاء الشباب، هؤلاء مسؤوليتهم مسؤولية مباشرة إذا ما الجرائم التي تحدث لهؤلاء الشباب المغرر بهم، هؤلاء عليهم أن يتوقفوا عن استدراج هؤلاء الشباب. إضافة إلى أن آباء وأسر هؤلاء الشباب عليهم أن يستوعبوا الدرس جيدا. نعم. هنالك درس منذ شهر وعيناه ودرسناه واستمعنا إلى كل تفاصيله، هذا الدرس قاسي على كل الأسر اليمنية، وهو أقسى على هذه الأسر التي سمحت لهؤلاء الشباب لأبنائها، سمحت بالزج بهم في معارك ليست معاركهم في الحدود اليمنية. شكرا لك ناشط الحقوق ياسر المليكي، كنت معنا عبر الهاتف انتعز. بعودة إليك سيد اليوسفي، الآن يعني برأيك هل يتمكن الحراك الحقوقي من إيقاف استدراج المقاتلين الشباب إلى جبهات الحدود، أو من بالأصح ما الذي يجب عمله أيضا للضغط بشكل أكبر في سبيل وقف هذه الجريمة إن صح التعبير؟ اليوم يعني لدينا حراك، يفترض أن يكون الحراك يبدأ من الشارع، لأنه لا يمكن يعني تحريك هذا الملف إذا لم يتم التحرك من الشارع. أنا يعني أتمنى أن تخرج مسيرات في المدن اليمنية للمطالبة بوقف تجنيد الشباب في الحدود السعودية الجنوبية، والضغط أيضا على الحكومة لإعادة صياغة الاتفاقات بينها وبين المملكة العربية السعودية، ابتداء من صياغة اتفاق بينها وبين ما يسمى التحالف بشكل عام. أولا، ما هي مهام هذا التحالف؟ إعادة صياغة الاتفاقات والتفاهمات بين هذا التحالف وبين مهامه في الداخل، يعني تواجد قواته، ما يتعلق بالإمارات وما يتعلق بكل هذه التفاصيل، إعادة الصياغة لهذه العلاقة منذ البداية، يعني منذ بداية الرأس العام لتدخل التحالف إلى أصغر جزئية، ومن بين هذه الجزئيات جزئية يعني الجنود المتواجدين في المملكة العربية السعودية، يتم تحريك هذا الملف بشكل أساسي، إعادة هؤلاء الشباب إلى الداخل، يعني تبنى اتفاقات واضحة ومن خلالها يتم يعني ترتيب هذه العلاقة، سواء تجنيد شباب يعني يمكن البعث بقوات عسكرية مدربة حقيقية تابعة لوزارة الدفاع وفقا للاتفاقية بين اليمن والسعودية بشكل مباشر، كما يحدث مثلا في يعني بمجيء قوات من السودان أو غيرها، وهذا الأمر يعني بعلاقة مباشرة بين دولتين، وليس تجنيد شباب فقط ويتسلموا 1500 أو 2000 ثم يقتل ويذهب أدراج الرياح. يعني تكون العلاقة بشكل مباشر، لا مانع من ذلك، لكن أيضا قوات عسكرية حقيقية، إقالة كل القادة العسكريين الذين ليس لهم علاقة بالجيش، خصوصا القادة السلفيين، وأنا أتحدث عنها بشكل مباشر، وهؤلاء القادة السلفيين هم سبب كارثة هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء في النهاية ليسوا عسكريين، لم يعرفوا خطط الحروب، قد يكون أيضا لهم أجندتهم الخاصة، الناس أيضا تشك بهؤلاء. يعني يكون الأمر القادة أو تعيين القادة بشكل مباشر من رئاسة هيئة الأركان ومن وزارة الدفاع وبقرارات من رئيس الجمهورية. اليوم يعني لا يوجد قرار لهؤلاء يعني القادة السلفيين في تلك الجبهات من رئيس الجمهورية مثلا، لا يوجد لديهم قرار. يعني أنا أتحدث عن من هو رداد الهاشمي حتى يحمل على كتفه رتبة عميد أو لواء؟ يعني في النهاية هذا الرجل ليس له أي تاريخ في العسكرية، واليوم يتحمل رتبة اللواء، ومثله حمود الخرام، ومثله فلان، ومثله كثير من الأسماء في تلك الجبهات مجرد سلفيين، وكانوا تجار عسل أو تجار يعني لا أدري ماذا، لكن أصبحوا بقدرة قادر ألوية وعمداء وقادة عسكريين
كل هذه يجب إعادة صياغتها اليوم. الضغط يبدأ من الشارع، ويعني المنظمة الحقوقية يفترض أنها أيضا حتى يمكن أن تصل إلى مرحلة رفع قضايا على السماسرة مثلا الذي في الداخل. هذه أيضا مهمة أجهزة الأمن في سواء في مدينة تعز أو غيرها، إلقاء القبض على مثل هؤلاء الذين يغررون بالشباب ويوجهوا لهم تهم يعني الإتجار بالبشر. كل هذه ملفات يجب أن تتحرك اليوم. المجتمع يجب عليه أن يضغط، لأنه في النهاية المجتمع هو الذي يخسر أبنائه اليوم. يعني هؤلاء الذين يعيشون خارج الحدود وربما مسؤولياتهم قد يعني تمنعهم من التحرك، لكن الضغط من الشارع هو ما سيجعلهم يتحركون في هذه الملفات. نعم، شكرا لك سيد غمدان اليوسف الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من أمستردام في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.